طيب نختم بالسؤال هذه، السؤال هذا أو النقطة هذه، يقول: تأثر بعض المتسابقين من كلام الجمهور، تأثر بعض المتسابقين من كلام الجمهور، في ابتسامات طلعت وفي واحد يناظر له ثاني، يقول تأثر بعض المتسابقين من كلام الجمهور. نبي واحد يتفق، انا ابغى ليش تتفق؟ ليش؟ عطني موقف، عطني شيء. لا موقف ما اقدر اقول لك. طب وش دريك؟ ما اقدر اقول موقف. كيف؟ يعني أشوف. انا اقول لك تاثر شيء ملحوظ يا شباب بيننا. الأفضل يعني. ها؟ اي صادق. الافضل. والله الافضل. الافضل. الافضل، انا يجيني كلام محفز، والله اني تحفز زياده، انا تصدق قبل ما ادخل الليله، والله يوم جاني كلام محفز اقسم لك بيت الله ان كان بخاطري زي التكاك، يعني ما يعني مرتبك من الليله، فهمت؟ فيوم سمعت كلام الجمهور والله اني تحفزت و طيب انت قصدك التاثير الايجابي، طيب التاثير السلبي يا شباب؟ انت ما تستحي. هل فيها بعض المتسابقين تاثر سلبي؟ كل واحد يمكن طرب باله يمكن شخص زين، ايش قلت لك انا زين؟ صح طبيعي ترى. ها؟ ما طرى لشخص، ولكن أي واحد يستقبل النقد البناء يا سلام فقط لا غير. وفي ناس كثيرة ما تدري وش اللي حصل بين المتسابقين، تجي تقول لا راح جلس جنب ذا، أنا أتكلم بكل شفافية، لا جلس جنب ذا بينهم ذا، أي واحد بيرخي إذنه للكلام ذا أكيد بيتأثر. يعني قصدك مثلا ما عليك من كلام الجمهور؟ وين؟ يعني ما عليك من كلام الجمهور؟ أنا؟ إيه؟ أنا علي من النقد البناء وعلي من جمهوري اللي انا واثق فيه، وواثق اذا بينقد نقد بناء، وهو عارف معقوليه مطلق، وما صار من جمهور مطلق الا عارف منه مطلق. يا سلام يا سلام. طيب ها يا ليش تختلف من الشيء السلبي، من الكلام السلبي؟ ها ليه؟ لان احنا اذا بنجلس نواجه الكلام السلبي حق الجمهور، في كيف نجلس نواجه فقره النقد اذا انقبلنا يعني ان شاء الله. طيب انتم يعني بعض المتسابقين يمكن جديد على امور السوشيال ميديا والجمهور وكذا، هو لما يشوف مثلا انت الان لو يجلسون قدامك خمسه وينتقدونك طبيعي انك تتاثر، فما بالك ان مثلا وسائل التواصل اللي عندك كلها. انا اعطيتك اياها. التاثير السلبي تحس انه حصل؟ لا بالعكس، اصلا فيه تاثير سلبي، يعني لما يقولنا فيه كذا فيه كذا فيه كذا، بالعكس اعدل الاشياء هذه. يعني قصدك انه حتى لو انه كان خطا كلام الجمهور، لانك ما تدري من اللي ورا التغريدات. لما يقول ميدي فرضا مهند يعني راح وقفل مايك عادل، ايوه عرفت؟ خطا صح ولا لا؟ خطا خلاص الجمهور لازم يسبك، لازم تكون في سبه، لازم تكون في شيء، عرفت؟ طيب دقيقه بس، احنا اخذنا منكم شركه، في احد ينادينا تو هنا، اسحب علي. يقول لك تاثر بعض المتسابقين سلبيا من كلام الجمهور، من ردود الفعل. ها واتحدى انا كلهم بعد. يا سلام هذا كلام الصح، كلهم جاهم كلام سلبي لكنهم يجرون اعمارهم يجون. طيب هو وجهه نظره يا شباب، وجهه نظره تبقى. لا تحدي هذا، في تحدي. دقيقه، لا 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 دقيقه يا شباب دقيقه، صوت الحين الرجل يقول بناء على فكرته وادعم كلامه. انا صلى النبي عادل ولا اقطع كلامه، الرسول هو الرسول كفروه، فانت مهما فعلت هنا بيجيك كلام سلبي. اي انا بس ما يأثر التأثر، الكلام في التأثر. الله يشغلك، اتفق معي احمد، الكلام سيف. في التأثر. اسمع من سيف، تأثر لسماعة جاهل فرقا ما بعدها كلمات سلام. طيب طبيعي جدا ان ما في شخص متفق عليه، كل شخص زين وسمعنا يقولون والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال وقيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبة تتلى إذا تتلى تقال بهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. طيب الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية أخواني متسابقين ومشاهدين الكرام على الوقت اللي أخذناه منكم، إن شاء الله أنها كانت فقرة ممتعة، ونخلي الساعة مع الشباب، الله يحفظك، والله ودنا نعيش الريال.